بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا إلى مولانا أمير المؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا أمير المؤمنين علي، الله أكبر، اسمه معجزة. علي اسمه معجزة، أول معجزة في أمير المؤمنين اسمه. أولاً اسمه من أسماء الله، ولا يجوز التسمي بأسماء الله مطلقاً، وإنما اسم خلعه الله على وليه كرامة منه إليه. اسم من أسماء الله. العجيب أن الاسم ده يقع اسم ويقع فعل ويقع حرف. علي هي نفس الحرف على، هو نفس الفعل علي بالإمالة. هذان في القراءات الرحمن على العرش استوى، يعني في إمالة كبرى. علي هي الحروف كما هي، اسم يقع اسم وفعل وحرف، مش موجودة دي في أي اسم من الأسماء. اسم من أسماء الله. ميلاده معجزة. في مرة أنا بتكلم عن ميلاد أمير المؤمنين وبقول أنه الوحيد الذي ولد داخل الكعبة، فواحد قال لي فيما مضى ممكن حد ينولد في اللجان، هو مش عارف في إيه بينه وبين سيدنا علي، كل لغاية الوقت بيحقد على الإمام اللي بخاف منه واللي بيحقد عليه. بس أنا هقول لكم على مسألة، أبشركم ببشارة، اسم سيدنا الإمام حتى الآن يرعب المنافقين. المنافق أول ما يسمع اسم علي، أول ما يسمعه بس، حتى الآن، شو بعد 1400 سنة اسم علي حتى الآن بيهزهم وتصفر وجوههم أول ما يسمعوا اسمه بس. قال لي فيما مضى ممكن حد ينولد، وتو ربنا هيستره وهيحفظ البيت الحرام من حد ينولد فيه تاني. ورد علي واحد تاني قال لي لا، ما في واحد ولد اسمه محمد ابن مسلمة في الكعبة. ما هي شلة المنافقين وحزب الشياطين أبوا أن يتركوا منقبة أو كرامة أو خصوصية إلا سرقوها من أمير المؤمنين. يعني أهو الإمام بيقول أنا الصديق الأكبر. نعم، حد بيسمع الوقت أي حد في بلاد المسلمين يقول عن الإمام الصديق الأكبر؟ الإمام بالنص هو الفاروق، مش مولانا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مش قال حبه إيمان وبغضه نفاق؟ مش قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ هو اللي بيفرق بين المنافقين وبين المؤمنين.